المجتمع بحاجة إلى أن يعيش التكافل الاجتماعي، المجتمع عليه أن يعيش النظر إلى قضاء حوائج الناس، المجتمع المتماسك، المجتمع الناهض، المجتمع الحي، المجتمع القوي هو الذي لا يكون العمل بالنسبة إليه عمل فردي. اليوم وذكرنا في مجالس سابقة، اليوم إحنا بحاجة إلى العمل المؤسسي، المؤسساتي، العمل الجمعي، كما في صلاة الجماعة الثواب فيها أكبر فنؤدي الصلاة جماعة. الدعاء بالإمكان أن يدعو الإنسان لوحده، ولكن إذا اجتمعت الأصوات ودعا هذا الإنسان كان الدعاء يرتفع، إن لم يسمع مني يسمع من جاري وصديقي. فهكذا كثير من الأعمال فيها دعوة إلى الجمع لا إلى أن يكون هذا العمل الفردي. ثم أنه العمل المؤسساتي أبدأ اليوم نجاح كبير، يعني على مستوى العالم الإنسان لما ينظر إلى المشاريع والأمور الخيرية ما رأت أنها فرد واحد هو الذي يقوم بها. هذا إنسان يوقف مشروع معين أو ينشئ مثلا مؤسسة خيرية، طيب هذا الإنسان عنده أيضا مشاغل ثانية. إذا تتعطل هذه المؤسسة الخيرية بس على هذا الإنسان متى ما كان تشتغل يسافر يروح يجي تتعطل، يعني ما أدت الدور الذي عليها لباقي أفراد المجتمع أو لمن هم يتطلعون لقضاء الحوائج من هذه المؤسسة. لهذا يوم اللي يكون عمل مؤسساتي وعمل جمعي ومن أبناء المجتمع نفسه، يعني مو إنسان دخيل يوظف براتب على هذا العمل، لا، هذا يستشعر وذاك يستشعر وأنا أستشعر، فنأتي للعمل في هذه المؤسسة وهذا المشروع الخيري. المجتمع يعطي، عندنا كفاءات، عندنا طاقات، عندنا عقول جبارة كبيرة أبدعوا في كثير من الفنون، أبدعوا في كثير من المجالات العلمية والاجتماعية وكثير كثير، يعني تقرأ كل يوم تفوق على مستويات عظيمة، مو على مستوى البلد لا، حتى على المستوى العالمي. فإذا كانت عندنا هذه الطاقات وعندنا هذه الكفاءات وعندنا هذه العقول وأفكار أيضا نيرة عند الكثير من الشباب أن الفاعل النشر، اليوم عندنا جمعية الخيرية، يعني من فترة لعله من قبل شهر رمضان المبارك وهناك دعوة إلى تسجيل العضوية في جمعية العوامية الخيرية. كم إلى الآن، يعني ربما من تقدموا إلى هذا الأمر يعدون على الأصابع. المفترض أنه لا أن تكون إذا كان هناك المطلوب عشرة، أنه المجتمع، هذا المجتمع المبارك الطيب الخير، أن يكون فيه ألف وأكثر من ذلك من يتسابقون إلى العمل الخيري والعمل الجمعي، لأنه المنفعة ليس للإنسان وإنما للمجتمع. الباري عز وجل أراد أن يعطيك الأجر، أراد أن يعطيك الثواب، فسبب لك الأسباب وهيأ لك الأمور والظروف. بعضنا يستشكل مثلا أنه على أداء هذه الجهة الجمعية مثلا أو على هؤلاء الجماعة في هالفترة، طيب الآن الفرصة مغاتية، هذه الفترة الآن تقدم إذا هذا يجيب عضوية وهذا وهذا وهذا، وبالتالي أصبحت المسألة أنه بالإمكان تشكيل دماء جديدة. من كان في المرحلة التي سبقتنا ما قصروا وقاموا وفعلوا أدوار كبيرة بين الله له وجودهم، بالتالي الآن تأتي الفرصة إلى دم آخر وإلى الذين من بعدهم، وهكذا البلد هو المنتفع، المجتمع هو المنتفع. شفنا أخطاء، اليوم خل أجل أنا وأتقدم لأبدل وأصحح هذه الأخطاء. بهكذا ينجح المجتمع، بدل أنه نكون في صباب أو شاتم أو تنافس أو أنه لماذا لا يصنعون لماذا لا يفعلون،
والبعض الآخر لو أنا كنت في هذا المكان صنع ولو أنا كنت في هذا المكان سويت اليوم يلا الفرصة. لماذا يعني يستجدى هذا الأمر من المجتمع من الناس؟ المجتمع الحمد لله عودنا وما زال يعني من تأسيس هذه الجمعية الخيرية رحم الله من مضى منهم ومن ساهم وأسس في وضع أساس هذه اللبنات الأولى اليوم لينظروا إلى هذه الشجرة كيف أثمرت وأينعت، لكن بحاجة إلى أن تبقى هذه الشجرة، لا بد أن تبقى هذه الأبصار ليانة. المجتمع عليه أن يبارك أن يساهم، تارة أنا ما أقدر لكن أشجع لأحبس فلان وأحبس فلان على الاشتراك أيضا على أن يتقدموا إلى هذا الأمر. لو أنه قيل أنها سوف تؤخذ إلى بلد آخر وهو تصير ضجة. اليوم الأمر عندنا وبأيدينا وأصحاب الكفاءات والمجتمع عليه أن يشجع بدل أن يثبر، بدل ما تصير عندنا السلبية في الأمور الكثيرة أنه ما يصير ما يستوي ما نستفيد، الناس راح يتكلموا الناس راح يقولوا شو اللي بهالمشروع، الناس هل سكتوا عن الله عز وجل؟ يسكتوا عن الناس عن بعضهم البعض. البارئ عز وجل يطعمنا ويسقينا وينعم علينا والناس لا يشكرون الله عز وجل، والناس في كل أمر يقع عليهم ما أنه من الله سبحانه وتعالى فيلقون باللائمة على البارئ عز وجل. فالبارئ لم يسلم والأنبياء لم يسلموا والأوصياء لم يسلموا والمراجع لم يسلموا. هل يعني أنه إذا واحد يسمع كلمة أو يوم من الأيام واحد يسمع يعني خلاص يتراجع المجتمع ويبقى العمل الجمعي والعمل الخيري معطل؟ أو أننا لا، علينا أن نتحدى هذه الصعاب، علينا أن نتحدى هذه الظروف لكي نصل وننتج. ومجتمعنا كما قلنا مجتمع نابض بالحياة فعال ولا بالطاقات والكفاءات من أهل الخير. ولو نظرنا إلى ما جاء في مدح خدمة الإنسانية وتعاضد المجتمع والتعاون بين أفراد المجتمع، يقول إمامنا العسكري عليه السلام خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الإخوان. الإيمان ونفع الإخوان هم ذلك فقار الذين يعيشون على الجمعية، الذين ينتظرون الشهرية أمورهم من المسكن كفالة يتيم إلى غيرها عن طريق هذه الشجرة المثمرة تعطيها. ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الخلق عيار الله تعالى، فأحب الخلق إلى الله من نفع عياره. سأل شلون تكرمه من خلال أولادك؟ أنت تريد محبة من الله عز وجل، تريد قرب من الله سبحانه وتعالى، فتعال في خدمة الناس، تعال في خدمة المجتمع يحبك البارئ عز وجل. بل هي من النعم، يعني إذا الإنسان يرشح نفسه يقبل ويوفق لخدمة مجتمعه وخدمة دينه. الإمام الحسين عليه السلام يقول اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. النعم يعني تستوجب الشكر، يعني تقول الحمد لله غيري لم يوفق وأنا وفقت إلى هذا العمل ووفقت إلى هذه المسألة في قضاء حوائج الناس. إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول تنافسوا في المعروف، هذا معروف، نافسوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ترشيح أنا أجو أنت ترى إليك أجو، واحد يقول من قال أنه أنا أنجح؟ ما أحد راح يرشحني، لا تعال وقدم نفسك لك في هذه النية الحسنة أجر، قبلت أو لم تقبل، لأنه الإنسان حتى لو بالنية يثاب إنما الأعمال بالنية. فأنا أتكلم إنسان يرشح نفسه على مستوى العالم ترشيح،
وكلهم لازم يدفع أموال ودعايات، وإلى رياضة المحل الجمعية ما تحتاج دعاية، ما تحتاج حملة إعلانية أنه تعال وأبذل فيها أموال وخيمة وغدا وعشاء إلى غير ذلك. لا، المجتمع يعرف من يحضر، بالتالي سوف ترشح وتوفق إلى خدمة دينك ومجتمعك. وهذا التنافس كما قلنا إذا كان العدد المطلوب، المفترض أنه مجتمع كمجتمعنا الذي عرف بالمواقف العظيمة سيما في أيام الشدائد والصعاب والمحن، في كل بادرة تشوف المجتمع العوامي شلون يبرز، تظهر عند هذه الطاقة. وهذا وقته تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله، فإن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا. اللي يريد يدخل من ذاك الباب يلا فرصته الآن لاصطناع المعروف. فإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله به ملكين، واحدا عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربه ويدعوان بقضاء حاجته. هذا رايح يسعى يخلي ملائكة، واحد عن اليمين والآخر عن الشمال، يدعون له يرجون الله أن يقضي له حوائجه للدنيا والآخرة. وعن الصادق عليه السلام: والله لرسول الله صلى الله عليه وآله أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة. أنت شلون تفرح إذا قضيت لك حاجة، إذا قضيت لك معضلة فرج عنك هم؟ رسول الله يفرح أكثر منك بقضاء حاجته، فيسر. يعني إذا كان رسول الله يفرح لقضاء حاجة هذا الإنسان، فالذي سعى لقضاء حاجته كيف يكون عند رسول الله وعند الله؟ ومن أعظم هذه الأمور أن الباري عز وجل يعاتب العبد المؤمن: أشكرت فلان؟ هذا اللي صنع الخير، هذا اللي فعل، هذا اللي قام بهذا المشروع، شكرتوه؟ قلت للمحسن يا حسين أشكرت فلان؟ يقول: لا، بل شكرتك يا رب. يقول: لم تشكرني إذ لم تشكر فلان، ما شكرتني، هذا إنسان سهران وتعبان، بدل ما تسبه وتشتمه تعال اشكر على صنيعه، تعال خل ندور الجمال، خل نبحث عن النقاط الجميلة لا النقاط السلبية، لا نبحث عن جوانب سلبية واحنا جالسين في بيوتنا، سرق ونهب وفعل وسوى، ترى هذا قل واتهام وإساءة الظن وغيبة ونميمة، وكلها قد نهى الباري سبحانه وتعالى عنها. ليش يعني هذا الإنسان يريد أن يكون هكذا فقط؟ تثبيت وإبعاد الناس أن لا يكونوا في مجال الخير. تعلمون أحبتي أن الدال على الخير كفاعله، كما يقول رسول الله. أنا لما أشجع أكون كالذي فعل، هذا إذا يروح إلى هذا العمل أنا شجعت وراه ورشح نفسه، أنا أكون شريك معه في ثوابه وعمله. أنا شجعت ولدي، أنا شجعت أخوه، شجعت صديقي، راحوا الدال على الخير كفاعله. لكن أنا إذا لا تروح ترى ذولا يسوون، لا تروح الناس بتقول، لا تفعل ترى أنا أخذت إثم ما أخذت ثواب وأجر من الله عز وجل. وقال إمامنا الصادق: إن الله تعالى خلق خلقا من خلقه إن تجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعته ليذيبهم على ذلك الجنة، فإن استطعت أن تكون منهم